أسماء قرطبي، هل أنت من قرطبة؟ نعم، من أصول أندلسية. من مدينة قرطبة، بس أجدادي لما هاجروا راحوا على الأمازيغ بالمغرب، فأعتبر أندلسية أمازيغية مثل ما بتحب. جميل طبعا، أنت ما شاء الله، يمكن هذا الجمال طبعا ماخذ الميكس من بلاد الأندلس والمغرب العربي. تماما، بس هاد بعيونك. أسماء، أنت هلأ داخلي بعالم الفن وما شاء الله يعني داخلي بقوة، خبرينا عن آخر عمل شاركتي فيه اللي هو مسلسل أوركيدا. الحمد لله، صح، عمل ضخم وفايت بقوة، لأن المسلسل بيجمع بين عمالقة الدراما السورية اللي هن الأستاذ جمال سليمان، الأستاذ عابد فهد، الأستاذ باسل خياط، الأستاذة سلافة معمار، الأستاذة واحد راهب، نخبة ونخبة من ممثلين الدراما السورية. طيب خبرينا عن دورك بالأوركيد. دوري بيكون دور الأميرة عاتكة، بتكون بنته للملك أنمار اللي هو الأستاذ جمال سليمان، البنت الحنونة الطيوبة، بتضل خايفة على وضع بيا، وبعتقد لهون وبس. بفضل أنه تحضروا المسلسل. تتعاملتي مع الفنان طبعا، أكيد الفنان جمال سليمان، يمكن كنت أكثر احتكاكا فيه بالمسلسل. تماما، كوني بكون بنته بالمسلسل مثل ما قلت، هو إنسان كتير محترم، مثقف جدا، محترف بشغله، مريح أيضا، كتير سهل العمل معه، بيعطي طاقة إيجابية، بيعطي باور، يعني ما بتحس، يعني ابدا ما بتحس حالك قدام كاميرا، وخصوصي كاميرا كبيره مثل كاميرا الاستاذ حاتم علي. طيب الفنان والمخرج حاتم علي، كيف كانت، هل يعني تعاونك معه كان في صعوبه ولا كنتي مرتاحه بالتعامل معه؟ هلا اكيد في خوف كان بالاول، بس لما تتعود عليه لا، الشغل بيكون عادي مريح. هو المسلسل تاريخي، فانتازيا تاريخية طبعا. هل انت يعني هلا دخلتي، يعني انت دخلتي بأصعب الفنون تقريبا، يعني انت بتتوقع انه تفوتي بهيك اعمال يعني صعبة بالبداية؟ لا ابدا، ما كنت متوقع افوت بالتاريخي ابدا، بس شديت حالي واشتغلت على حالي وعربيتي الفصحى، والحمد لله انه كل شيء رح يجيني بعدين اكيد رح يكون اسهل بالنسبه لي. بما انه انت يعني اصولك من الاندلس، هل بدورك هذا طبعا التاريخي كان عندك حنين هيك لهيديك الايام من خلال دورك بأوركيدا؟ طبعا اكيد حسيت بشغف لعمق الحضاره التاريخيه، تمنيت لو كنا بوقتنا الحالي بعدنا عايشين هيك وبهيك تياب بهيك قصور، من جد احساس حلو. جميل. طيب مين الفنانين كمان اللي هيك احتكيتي فيهم بالمسلسل؟ هلا غير التعامل، صح، ما في مشاهد بيناتنا سوا، بس كتير حبيت تواجد الأستاذة ميس كاف بيناتنا، كتير ظريفة، كتير حبابة، كتير حلو الكلام معها. الأستاذة واحد راهب كمان مريحة جدا، بتحسها خايفة عليك، بتساعدك، راجعي، حافظة، تعي قدي قدامي، يعني من جد هودي ناس أنا يعني كتير إنه كتير ما بنسالهم أشياء لو 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 معنوية عملوها معي بقلب اللوكيشن. طبعا أنت خضعتي لعدة دورات تدريبية. ايه هلا كتمثيل تدربت عيد كذا شخص صاحب قرار ومحترفين، وكمان اخذ دورة اذاعة والقاء، فكمان هالشي كتير ساعدني. طيب هل بتحسي انه انت يعني الجمال لوحده بيكفي؟ ابدا لا، ما بيكفي لحاله.
مو الجمال لحاله بكفي، صح بيفتح أول خطوة، بس بالأخير المواهب، الالتزام، الطموح، القدرات، هن الثقافة كمان، الثقافة، هودة أشياء بيخلوك تكفي. لأنه بالأخير وقتها مثلا أسمى بتطلع بتأدي شيء، فأنا عم أدي شيء للجمهور، للناس، عم أدي شيء يحبوا شيء اللي عم تعملوا أسمى، مو أسمى، لأنه أسمى فينا نحبوها أسبوع أو شهر وخلاص، بس وقت أكون عم أعطيهم كل مرة شيء أحسن من شيء، كل مرة شيء أحسن من شيء، أكيد بده يحبوا شغل أسمى. وهون شطرت، يعني هون شطرت الإنسان. خلصتوا من المسلسل ولا بعد عندك؟ لا، بعد في عندي مشاهد بتونس، مشاهد الخارجية بتونس، يعني بعد كم أسبوع. والمسلسل هو حينعرض بشهر رمضان؟ تماما، حينعرض بشهر رمضان على أبو دبي تي في. حلو. طيب وشو عندك أعمال جديدة هل عم تحضري له؟ هل في شيء مشاريع جديدة؟ في، بس ما فيني احكي هلا لين ما وقع مع الشركه المنتجه، وقتها فيني اعلن عليه، بس قريبا في اعمال جديده. طيب هل مجال الفن والتمثيل خصوصا لقيت في صعوبه ولا كنت متخيله انت انه سهل؟ والله العكس، والله كيف كنت شايفه هذا الجو؟ هلا ما تخيلته هيك، اكيد صح في صعوبة، بس عم حاول قد المستطاع. حاليا انت مقيمة بدبي؟ اي، مقيمة بدبي من سنة. انت تدربتي على الالقاء وهيك؟ كان عندك شي مشروع انه تفوتي بتي في او شي؟ لا ابدا، بس اذا اجاني شغل بالتي في فما حقول لا كمذيعة، بس لا، مشان اشتغل على حالي، بس انه زبط من امكانياتي. بس كل التوفيق يا رب. ثانك يو، شكرا كثير، وشكرا للامارات نيوز.